ومساكم الله بالخير والسرور. اليوم بسوي معكم كيكه الليمون، سهله جدا ولذيذه. راح احتاج 4 بيضات، ملعقه صغيره بيكنج باودر، وطرف الملعقه الصغيره بيكنج صودا، تقريبا من 2.5 إلى 3 أكواب دقيق ابيض منخول وعليه رشه ملح، ملعقه بشر الليمون، انتبهوا ما توصلون للب، كوب بمعدل قالب ونص يعني 150 جرام زبدة تكون بحرارة الغرفة، فانيلا، عندنا ربع كوب عصير ليمون، وثلاثة أرباع الكوب حليب يكون برضو بحرارة الغرفة، وكوبين سكر. هذه هي كل المقادير. في البداية راح أخذ قشر الليمون اللي بشرناه وبخلطه مع السكر. ليش؟ لأنه أبي الزيوت اللي في قشر الليمون تختلط مع السكر وتعطي نكهة أكثر، وتكون نكهة الليمون جدا قوية للكيك. فهذا سر من أسرار لذاذة كيكة الليمون. تخلطونها كذا بيديكم إلين تتداخل، تحسون أن السكر تداخل مع بشر الليمون. ممكن تخلطونها مع الدقيق، البعض يخلطها مع الدقيق، بس الزيوت ما راح تكون طالعة بقوة مع الدقيق زي لو كانت مع السكر. طبعا ضفنا حنا البيكنج صودا لكيكتنا لأنه فيها ليمون، وأي حمض يناسبه البيكنج صودا، يعني زي كيكة البرتقال أو الليمون. نقلت هالزبدية أكبر عشان نبي نضمن إن القشر اختلط زين بالسكر. شلون شلون الداخل؟ تصدقون مع الفرق طلعت ريحة قشر الليمون أقوى من يوم بشرته. فعلاً الزيوت تداخلت بالسكر. أجل حين شلون لو ضفناها للكيكة؟ يم يمي. خلاص تشوفون شلون؟ كذا تداخل وضمننا إن السكر مغرق قشر الليمون. بخلط مع الدقيق البيكنج باودر والبيكنج صودا، وبخلط مع الحليب عصير الليمون اللي عصرناه اللي هو ربع كوب عشان يكون كل شيء جاهز. وأضيف السكر بالتدريج وأخلطه مع الزبدة. إذا لصقت الزبدة والسكر بالجنوب نزلوها وارجع اخلطوها ثانية. شوفوا بعد ما بدأ يختلط السكر بالزبدة أضيف البيض، بس البيض أضيفه بالتدريج بيضة بيضة، يعني أضيف واحدة الحين وانتظرها إلين تختفي وأضيف الثانية، وهلوم جرا إلين نخلص 4 بيضات. بعد ما اختفت نضيف الثالثة، يلا ننتظرها لين تختفي ونضيف الرابعة، يلا أيوة. وراح أضيف لها الحين شوي فانيلا يعني بمعدل ملعقة صغيرة، يلا أد. هذا الخليط بعد ما خلطت البيض مع السكر مع الفانيلا مع البيض، الحين راح أضيف شوي من الدقيق وشوي من الحليب والليمون يعني بالتناوب. نبي نحط الحين الدقيق ونخلط، بعدين نضيف له بالتدريج خليط الحليب والليمون. add more flour كمان كمان. يلا الحين بخلطها. خلص الخليط، تشوفون شلون قوامه، ما يصير خفيف مرة ولا ثقيل مرة، زي كذا. راح أصبه الآن بقالب مدهون عشان ندخله الفرن. بعد ما صبيت الحين الخليط في القالب بدخلها فرن ساخن الرف الأوسط على درجة حرارة 160، تخلونها من 50 دقيقة إلى ساعة. لا تفتحون الفرن قبل هالوقت، بعدين تختبرونها بعود أسنان أو عود شوي وتشوفون.
حطيت هنا كوب من السكر البودرة، بضيف له ملعقتين تقريبا من عصير الليمون وأحرك. زدت ملعقة عصير ليمون لأني حسيتها مرة ثقيلة، فأنتم شوفوا إلين يكون القوام معكم كذا، يعني لا تبدون على طول بثلاث ملاعق ليمون، على حسب كمان نوع السكر البودرة اللي عندكم، فأبغى يكون القوام زي كذا، لا يصير خفيف ولا ثقيل مرة. بعد ما بردت الكيكة نزينها بالجليس اللي هو خليط السكر مع الليمون، وهذه كيكتنا بعد ما صبيت عليها الصوص. نزينها بشرائح ليمون، عادة تزيين اختياري على حسب رغبتكم. وهذه الكيكة وخلصت تقريبا، ترى أخذت مني ساعة إلى ساعة وخمس دقائق. طبعا أنا قلت لكم يعتمد على نوع الفرن اللي عندكم. وزينتها بالجليس اللي هو السكر والليمون، هو سكر بودرة، يفضل يكون الجاهز من أنك تطحنينه بالبيت لأنه يكون مرة ناعم. وزينتها بشرائح الليمون. وبالعافية.